هاد اختنا كتقاتل باش تدخل الطارو ديال الزبل، كدوز النهار كامل وهي من زباله للاخرى، وفين ما مشات هزه معها السلوم باش ما تخلي حتى شي بلاصه. فهاد الفيديو غتشوف اوسخ وابخل نوع ديال البشر، ما بين وحده كطيب الماكله في الماكينه ديال المائن وعائله كتعوم في نفس الماء المسخ اللي قاموا فيه كاملين، وكيمسحوا بالجورنال بلاصه ما يشريو بابي جينيك، ودراري اللي كيبولوا في نفس البلاصه وكيكبوا الماء مره في السيمانه، ولا هاد خونا اللي فضل يطلق مراته على انه يخسر الفلوس. فاش غتشوفهم شنو كيديروا؟ غتحمد الله على باك اللي كيخليك دهن فرماجه كامله في الباكيت. وفحال ديما قبل ما نبداو، الى عجبك هذا المحتوى ما تنساش تشارك في قناه يوتيوب ديالي اللي غنخليها لكم في التعاليق، وشكرا بزاف على التفاعل والدعم ديالكم. هاد اختنا كدوز 60 ساعه كل سيمانه في طار رواد الزبل اللي في المدينه كامله، كتمشي تقلب على جرائد اللي فيهم قسيمه شراء، حيت كتحمق على الفابور وما كتحملش تخسر الفلوس، وكتقول انه الا خرجت شي ريال من جيبها كتحس بالجسم ديالها كامل كيضرها. ولكن واخا يبان لك هاد اختنا زقرة ما نيت، الا ان داكشي اللي كتربح من هاد البلان خيالي، وتقدر تربح حتى المليون ديال التقضيه كل سيمانه فابور. وبما انها كتجيب كميات خياليه ديال الماكله، ولات عندها بيت عامره باي حاجه تشهيتيها ولا بغيتيها. جمعات 45 قرعه د مستحضرات المائن، اكثر من 100 ديودورون، 125 قرعه منتجات العنايه بالشعر، و450 ماكينه الحسانه. كتقول ديزري انه الهوس ديالها بهادشي بدا منين ولدات ولدها الاول، ولقات راسها هي وراجلها بلي الصالير ما كيكفيهمش، ولكن المشكل هو يكون عندك الفلوس وتتقرم. بحال هاد العائله اللي عايشه في فيلا على قدها والريال ما كتخسروش، لدرجه انهم الدار ما مفرشينهاش، ودايرين لولادهم بيسين معمرين فيه غير النص ديال الماء، منها كيدوشوا فيه ومنها نيت كيغسلوا فيه الماء ديال السيمانه كامله. ونهار جا السمسار باش يشوف شحال غتبع لهم الدار، بقى غير واقف مصدوم. وفاش قال لهم محال واش تبع لكم الدار وهي ما مصلوح فيها والو، وخصكم على الاقل تبدلوا الموكيت كامل وتصبغوا شي لعيبات، كانت غتجيهم سكته قلبيه من كثر ما مولفين ما يشريو حتى شي حاجه. لدرجه انهم فاش مشاو عند مول الموكيت باش يشوفوا شحال الثمن، قروا انهم يشريو غير الطروفه اللي شايطين عنده ب 200 درهم وقدوه لراسهم. وعلى عكس هاد العائله، هاد خونا بلاصه ما يحط راسو في هاد الموقف، قرر انه يغطي كلشي بالميكا باش حتى شي حاجه ما توسخ، وحتى من الكوزينه ما كيطيبش فيها باش ما تخسرش شي حاجه فيها، واضطر انه يقادها. وباش ما تجيش الفاتوره ديال الضو غاليه من السخان الى خدمه، قرر انه يعيش في الخزانه ديال الحوايج حيت كتبقى سخونه. المشكل انه فضل يتفارق مع مرتو حيت ما قدرتش تبقى عايشه بديك الطريقه، لانه فين ما مشاو كيدير ليها الشوهه، والنهار الكحل هو الا مشاو لشي مطعم، هي كتطلب الماكله وتخلص على راسها، وهو كياخذ كاس ديال الماء. والا بانت ليه الشياطه ديال الماكله شط من شي واحد، كيمشي عند السربايه وكيطلب منها ديرها ليه في ميكا ويديها معاه للدار. ولكن في المقابل هذا التقريم ديالو خلى دارو تباع بثمن طالع مقارنه بالديور اللي في الحومه، من كثر ما باقى فيها الريحه ديال الجدوديه، وحتى من الحوايج اللي كيلبس باش يبقاو جداد لسبب ما كيديرهم في ميكا ويخبيهم في الثلاجه بلاصه ما يحطهم في الماريو. وضربوا لي على هذا السروال اللي عنده 15 عام هادي وباقي كيبان جديد. وباش ما يضيعش الضو الماء، كيدوش في الجاكوزي ويصبن فيه الحوايج ويغسل المائن ويسخن فيه الماكله. ونسيت ما قلت لكمش بلي فاش كيمشي عند الجزار كيقول ليه يعطيه اللحم الخاصر باش يتقام عليه بالربع ديال الثمن، مع العلم انه كيربح في العام اكثر من 90 مليون مغربيه. هادشي كامل اللي شفناه ما كيسوى حتى شي حاجه قدام التقريم ديال هاد العائله، من كثر ما عايشين بحال الا باقين في العصر الحجري ما عرفت منين نبدا. تخيل ان الام والاب وولدهم كلهم كيدوشوا بنفس الماء المسخ، وكيبقاو مخبيين داك الماء باش يصبنوا به الحوايج، وكيستخدموا الجورنال بلاصه بابي جينيك. وبما انهم ما كيشعلوش الضو في الدار، فهما كيخبيو الماكله في ثلاجه صغيره حفروا ليها في الارض باش الماكله تبقى مزيانه. لدرجه ان المقدمه اللي جات عندهم للدار فاش سولتهم واش بصح عندهم الضو في الدار ولا لا، الام شعلت ليها الضو دغيا طفاتو حيت كان غيسكت ليها القلب. الا كنت غنعطيك شي نصيحه، غتكون انك ما تاكلش في الدار ديال شي واحد زقرام، حيت بحال والو يكون مطيب لك من الخضره اللي لقى في شي زباله. في الحاله هاد المره اللي عايشه في قصر تقريبا، فاش كيجيو عندها الضيف للدار كتعطيهم الماكله ديال القطوط حيت كتقام عليها رخص من الطون، والا توسخت دارها كتعيط للطريق ديالها المدلول اللي خمل ليها الدار. واخا كتربح في العام اكثر من 5 مليون دولار، الا انها ما كتسافرش وما كتقادش الطوموبيل ديالها القديمه. ولكن اللي غتجيب لكم الرده هي اختنا اللي مكثرت ما زقرامه، كتسلق الماكله في نفس الماء اللي كيشيط ليها من شي حاجه فات سلقاتها، والا شط ليها غير معلقه من شي حاجه كتعاود عاوتاني ترجعها في القرعه ديالها. انا بعدا هربتوا ليا فاش شفتها شنو كدير فاش كتمشي تتقضى. قال لك اسيدي انا كنخلص على شنو كناكل ماشي شنو كيتلاح، وداكشي علاش البنان كتحيد ليه القشره عاد كتعبروا، وهذا الشيء كامل غير باش تشيط 30 درهم. وفاش كتمشي عند الجزار كتسولو واش كاين شي لحم قديم تبيعو ليا بثمن رخيص، سو بلاص ما تشري اللحم كتشري غير الشحمه، وكتقاد اللازانيا وتطيبها في الغساله ديال الماء اللي مسخين، مع العلم انها ممرضه وعارفه داك الشيء ماشي صحي. ايوا دابا شتي علاش كنقول لكم ما تاكلوش الماكله ديال الزقرامه؟ قولوا لي في التعاليق الا حتى نتوما تزقرمتوا شحال كاع غتقدروا تشيطوا ديال الفلوس في الشهر. وما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق الا كنتو باغيين البارت 2 ديال هاد التخربيق باش ندير الكماله، حيت القائمه ديال الحماق ما كتساليش.